من ضمن فعاليات موسم الرياض انطلقت عروض مسرحية هادي فالنتاين من بطولة الفنان أحمد عز على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي. زميلنا محمد الحسيني التقى بنجوم العمل، خلونا نشوف. والحقيقه موسم الرياض بيتطور من السنه للتانيه بشكل مبهر، فمن اخر مره كنت هنا في علاء الدين والنهارده مع هادي فالنتاين، ان شاء الله نقدر نقدم حاجه تليق بالمكان اللي احنا بنعرض فيه وتعجب الجمهور السعودي. وبشكر من خلالك هيئه الترفيه على الدعم الكامل للمسرحيه، واحنا مش حاسين ان احنا بنعرض بره بلدنا، لان هي فعلا حقيقه بلدنا برضو، فكل النجاح والتوفيق يا رب. انما هي مسرحيه كوميديه بتدور في اطار كوميدي حوالين قصص الحب في كذا عصر مختلف يعني، ونتمنى ان احنا نقدر نقدم حاجه كوميديه، لان الجمهور السعودي زي الجمهور المصري بالظبط، بيحب الكوميديا وبيحب الضحك، بس من خلال اطار بيبقى فيه ابهار في الصوره، بيبقى فيه استعراضات، وان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه. انا مبسوطه قوي بتواجدي في الرياض، وكمان متحمسه الجمهور السعودي يتفرج على مسرحيه هادي فالنتاين، لان الجمهور السعودي له معزه خاصه في قلبي، عشان اول مره عملت مسرحيه في حياتي كان علاء الدين، برده هنا عملنا المسرحيه من كام سنه، فمتحمسه الناس تشوفها، واستقبالكم الصراحه كلكم بصدر رحب وبحب كبير، فانا حاسه ان انا في بيتي، مش حاسه ان انا في غربه. مبسوطه جدا جدا، وبجد كل مره باجي فيها الرياض بحس ان كل مره بتبقى يعني مختلفه جدا جدا عن المره اللي قبلها. مبسوطه قوي للسعوديه اللي وصلت له، والازدهار اللي هم بقوا فيه، وبجد مبسوطه قوي انه كل سنه بنعمل اعمال حلوه كبيرة، بنحقق أحلامنا بمساندة موسم الرياض معانا ومساندة المستشار. وجودي في المسرحية ده عشان نطلع عمل كامل محترم يليق بشعب جميل كبير زي الشعب السعودي، ويليق طبعا بالشعب المصري وبالفنانين بتوعهم، وبحاول على قد ما أقدر أبقى بمساعدة طبعا الهيئة، وإن هم بيسهلوا لنا كل حاجة، بنحاول نظبط كل التفاصيل بحيث إنه ما فيش حاجة تطلع ناقصة.